طيب خلينا نروح للزميل أدهم ندى مراسل قناة النادي الأهلي بأرض الملعب بصالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة، نعرف منه أجواء ما بعد مباراة الشمس وأجواء ما قبل مباراة الأهلي. تفضل يا أدهم. مستمرين أعزائي المشاهدين في تغطياتنا الخاصة والخاصة جدا للبطولة الأفريقية للأندية الأبطال لكرة الطائرة سيدات، ومن داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل وعقب الفوز الصعب لنادي قرطاج على نادي الشمس، معانا خالد بن عمر رئيس نادي قرطاج. مبروك الفوز النهارده وبرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. يبارك فيك يعيشك. الفوز كان صعيب صعيب ياسر. نادي شمس يعني قاتل قتال كبير، وكانت عنده القوة المعنوية بعد صوت صعيب صعيب ياسر أنه يرجع، وتعبنا وظهر لي في الأخير هي الخبرة اللي خلت النادي النسائي بقرطاج يفوز. يعني شايف دور قبل النهائي إزاي إن شاء الله؟ إن شاء الله ما يكونش أصعب من اللي لعبناه اليوم. نتصور أن المقابلة الأولى اللي لعبها نادي شمس ما كانش حاضر، اللي لعبها ضد الأنابيب. نتصور أن فريق شمس أقوى من فريق الأنابيب، وإن شاء الله عنا الحلول بالنسبة للفريق الأنابيب، يعني مش الأنابيب، فريق بريزنس سمح. لو وصلت للدور النهائي إن شاء الله، مين الفريق اللي أنت متوقع أن أنت تقابله في النهائي؟ النادي الأهلي بالطبع، لأنه فريق عتيد وقوي، وبالنسبة لعام الفارت يظهر لي زاد قوى روحه. ثاني حاجة نتصور أنه عنده الحلول بكل المقابلة اليوم مظهر لي سهلة شوية، وحتى مع بايب لاين يعني الليفل بتاع نادي القهوة أقوى أقوى بكثير. يعني خالد بن عمر رئيس نادي قرطاج بشكرك شكرا جزيلا، وبالتوفيق في جميع المباريات المقبلة. شكرا جزيلا.